الارقام تزيد كل يوم ما عندناش الارقام النهائيه لكن نحن نعرف ان هناك سته من الشهداء الضحايا المدنيين قتلوا في تلك المنطقه مع عشرات من الجرحى ولدينا 13 شهيد في سبها وهذا ليس هدف عسكري فهمتني فلدينا يعني مجموعه من الشهداء الارقام ليست نهائيه لان ليبيا قاره والاخبار تصلنا تدريجيا لان وقت حرب والاتصالات صعبه يعني ونحن ننتظر دائما المعلومات الرسمية من الجهات المختصة اللي هي الجيش والصحة والشعبيات فالأرقام النهائية سوف تصلكم بإذن الله لكن الشهداء يعني في حوالي العشرين ثلاثين الجرحى كثيرون طبعا بالعشرات